والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. ننتقل إلى الزميلة حكمة عبد الحميد، أهلا بك حكمة. شكرا إلهام، شكرا ياسر، وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن اجتماع وزراء التجارة الأفارقة والمنعقد بمدينة جنيف السويسرية اختتم فعاليته باعتماد المقترح المصري الخاص بمساعدة الدول النامية المستوردة للغذاء. وقالت الوزيرة إن المقترح المصري يركز على تفعيل قرار مراكش الخاص بالآثار السلبية لعملية إصلاح التجارة في السلع الزراعية على الدول النامية المستوردة للغذاء، بالإضافة للتركيز على إطلاق حدود الدعم المحلي المتاح للدول النامية، ذلك في إطار دعم توجه الدولة نحو زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ضرورة تفعيل عمل اللجان المشكلة لمتابعة عمليات التوريد بالمحافظات وحصر المساحات المنزرعة من القمح وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل مقارنة الكميات الموردة بتلك المساحات. كما أكد خلال لقائه محافظ بورسعيد عادل الغضبان على ضرورة صرف مستحقات المزارعين أول بأول تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة موقف توريد القمح المحلي من المزارعين بمحافظة بورسعيد وتدليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق الكميات المستهدفة. كذلك حملت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد. سلمت وزارة الموارد المائية والري 46 متدربا من 15 دولة أفريقية شهادات إتمام البرنامجين التدريبيين في مجال هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة والإدارة المتكاملة للموارد المائية، واللذين نظمهما المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة. وأعربت الوزارة عن التهنئة للمتدربين الأفارقة باجتيازهم التدريب لما يمثله من فرصة للتواصل بين أبناء القارة الأفريقية وتحقيق التكامل بين مهندس المياه بالدول الأفريقية، إلى جانب دور مثل هذه التدريب في رفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين الأفارقة على المستوى الفني. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية. وأكد المركز الإعلامي أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ والخوخ والطماطم سليمة وآمنة تماما وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل هيئة الرقابة على جودة السلع الغذائية للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي لتصل أسعار المعدن الأصفر إلى 1873 دولار للأوقية. أما محليا فسجل عيار 18 نحو 860 جنيه للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1003 جنيهات للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1146 جنيها، ووصل سعر الجنيه اليوم الذهب إلى 8024 جنيها. في أسواق البترول العالمية انخفض سعر النفط مع فرض الصين لإجراءات إغلاق جديدة لمكافحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين أكثر من المتوقع. وتراجع خام برنت بنسبة 86% إلى 122.1% من الدولارات للبرميل. انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 69% إلى 120.67 دولار للبرميل. تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة
بقت 1.14% لتصل إلى 4.35 دولار للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.26% لتسجل 8.85 من الدولارات لكل مليون وحدة حرارية. أعربت الحكومة والبنك المركزي الياباني عن مخاوف بشأن الانخفاض السريع في قيمة الين بعد أن سجلت العملة أدنى مستوى لها في 20 عاما مقابل الدولار الأمريكي. وجاء التعبير عن القلق بعد هبوط الين إلى 134 ين مقابل الدولار الأمريكي الخميس الماضي، وهو مستوى قياسي منخفض لم يحدث منذ أكثر من 20 عاما. وقالت وسائل إعلام يابانية أن العملة قد تستمر في الانخفاض بسبب مخاوف السوق بشأن المزيد من تجديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وعدم وجود تدابير للحد من انخفاض قيمة الين. انتهت الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة، وعودة مرة أخرى إلى إلهام وياسر إليكما. شكرا لك يا حكمة على هذا العرض.